الأخوة الأخوات المتابعين والمتابعات لقناة إكريك أش نيوز، مرحبا بكم وبجميع المشاهدين. فاليوم غنقدم لكم واحد الفيديو اللي هو تتعلق بالرحلات الجوية وبالتذاكر والأثمنة ديال التذاكر، وغناخدو على سبيل المثال واحد الشركة اللي هي معروفة عند المغاربة وعند الناس اللي تقلبوا على تذاكر شوية منخفضة التكلفة. وهنا هاد الشركة هادي هي شركة راينر، فهذا هو الموقع ديالها كما تشوفوا. غناخدو واحد النموذج على التذاكر، الناس اللي تقلبوا على التذاكر من مثلا ناخدو نموذج الرباط برشلونة. إذا خلينا الرباط برشلونة، الناس اللي غيتوجهوا من الرباط في اتجاه برشلونة في البداية ديال شهر 8، فمازال أن التذاكر غتكون أنها مازال في المتناول وبقى يعني انها منخفضه. كما تلاحظوا اننا في واحد شهر 8 التذاكر غتكون منخفضه دائما، ثمن معقول. وكل ما اتجهنا من واحد شهر 8 في اتجاه شهر 9، فغنلاحظوا ان التذاكر غتبدا تطلع. اذا 4 في شهر 8 غتولي 771، 5 863، وهنا تلاحظوا اننا غادي يبدا هذاك الطلوع ديال سميتو فوق نهار 11000 درهم، وغدا وتطلع هاد التذاكر في 15 شهر 8 تولي 2209. وطبيعه الحال فالاسباب معروفه، وهو ان الاغلبيه ديال الناس يعني بدايه من شهر 10، من 10 شهر 8 تقريبا غادي يبداو انهم يرجعوا من المغرب في اتجاه اوروبا، في اتجاه اوروبا، فرنسا واسبانيا. وهذه هذه الرحله هذه هي متجهه نحو اسبانيا. وكما تلاحظوا انها ان الاثمنه غتبدا ترتفع، لان الاغلبيه غادي يبدا يرجع على حساب انهم عندهم التزامات في الدراسه، الاطفال ديالهم التزامات كذلك مع العمل الى غير ذلك. فهنا تلاحظوا انها بدايه من 15 غادي يكون هذاك الارتفاع، وهنا كيما تلاحظوا راها غتوصل 2200. وكل ما اتجهنا في الشهر اتجهنا دائما 2209، 1150، 1500. فكل ما اتجهنا في اواخر شهر 9 كيما تطلع شهر 8 غادي يطلع هاد لي بري، والبدايه ديال شهر 9 بالنسبه للناس اللي هما المهاجرين ديالنا اللي غيتجهوا الى الديار المهجر. فبالتالي هذه التذاكر غتكون غتبدا ترتفع، وكل ما خليناها مازال انها غدا ترتفع من بعد. اذا فاللي تيفكر في هاد التذاكر خصو يحجز الموعد ديالو، وانه يقطع هاد التذكره قبل ما تزيد وترتفع. اذا هذا فيما يخص هاد الاتجاه من رباط برشلونه، من الرباط الى نحو برشلونه. فاذا درنا العكس، وهو اننا غنشوفوا في هذه الفتره هذه من مثلا من نشوفوا من برشلونه الرباط، فغتلاحظوا ان نفس الشيء باقي هنا في الاول ديال شهر 8. فمن برشلونه الرباط باقي الناس تيجيو، فهنا التذاكر انها حتى هي مرتفعه. علاش؟ لان هذه الفتره هذه الاولى مازال الناس اللي تيقدر يشد الكونجي وتيدوز هو شهر هذاك 8، فكنلاحظوا انها مرتفعه من برشلونه في اتجاه الرباط. ولكن كل ما اقتربنا من شهر 9 غتلاحظوا ان هذه التذاكر هذه غتبدا تنزل، غتشوفوها اننا غتنزل، ها هي غدا في النزول الى شهر، لاحظوا في هذيك 25 33 اورو 20 اورو، فغتبدا تنزل. علاش؟ لان الناس الاغلبيه كاين على السياحه، هما يقدروا يجيو في هذه الفتره هذه اللي كانت عنده فيزا مثلا سياحه وبغى يرجع خصو يرجع للخدمه، وقليل اللي تيقدر يجي في هذه الفتره هذه 26، الا الناس اللي ما عندوش مثلا ما خدامش في هذه الفتره هذه، وما عندوش التزامات وارتباطات مع المدرسه ديال الاطفال ديالو، او عنده ما عندوش ارتباطات بالعمل كما تلاحظوا ان في 26 فغتبدا تهبط هاد السيره ديال التذكره ديال راينر، شركه راينر على سبيل المثال. فلاحظوا اننا توصل 23، الناس اللي باغيين يجيو ما عندهمش حتى شي يعني عندهم حتى شي ارتباط، فراه ممكن انه يجي في الاول ديال شهر 9 ويجي في الاخر ديال شهر 8 كذلك. اذا الى حدود شهر كما تلاحظوا 25، فتبقى في المتناول
22 في المتناول. اذا الفتره اللي قبل من سميتو مازال الناس يقدروا يجيو، يعني علاش تشوفوا نهار 20 ونهار قبل من 20 فالاثمنه مرتفعه، لان كاين اللي تيجي واحد 15 يوم ديال العطله وتيرجع، وبالتالي فتيكون مازال ان الناس تجي باش تدوز الكونجي ديالها في المغرب. اذا هذا هو كل ما يمكن ذكره حول التذاكر ديال شركه راينر، اللي هي من احد الشركات اللي تطلع الحال انها تتسمى شركه منخفضه التكلفه، وغنشوفوا شركات اخرى كذلك ونشوفوا الاسمينها ونديروا واحد المقارنه ونقلب هنا ونقلب هنا. والغايه من الفيديو هو اننا يعني ناخذ المعلومه ونستعملوا حتى هذا الموقع. هذا راه موقع سهل في الاستعمال، يعني ما نضطرش انني نمشي نقلب انايا في الشركات ديال التذاكر. فمن الافضل انني ندخل لهذا الموقع هذا ونستعملوا راسي ونقلب على البيليت اللي غادا تلائم مع الوقت ديالي ومع يعني هذاك المبلغ اللي عندي، وبالتالي فهو مفيد وهو موقع سهل وسريع جدا هذا الموقع هذا. على امل اننا غادي نخصو كذلك نتكلموا على شركه اخرى في هذه الفتره هذه، نشوفوا شي احدى الشركات اما الخطوط الملكيه او العربيه او بويلينغ، هذوك الشركات اللي تستعملوهم الجاليه المغربيه على الخصوص. الى هنا ناتي على نهايه هذه الحلقه، شكرا والى اللقاء.